السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم مبروك. انا الخوت تقريبا هذه الربعه ديال الصباح جيت الاخوان خصيصا البحر ميت، باغي ندير واحد الفيديو للاخوان المبتدئين. هذا اهداء مني للاخوان، يعني الاخوان اللي يلا باغيين يبداو وباغيين يصيدوا بالليل ملي يكون البحر قل من مترو وبيريود تقريبا ديك 10 9 8. كاين واحد الطريقه الاخوان فعاله وزوينه الاخوان وفيها القصار باذن الله. كتجيبوا شويه ديال السردين او الريوس السردين من عند تريد النقايه، يكون ما خانش بزاف، يكون باقي جديد، وتجيبوا معكم واحد كيلو ولا كيلونس ديال السردين تحطوه في جنبكم. انا غنوريكم المونتاج، الطريقه ديال الخدمه ديال المصيد. غادي ندقوا ان شاء الله دوك الريوس مع شويه ديال الرمله، غنرشهم في المصيد، الضوء يكون ناقص الخوت، وغادي نديروا فرشيه وجوج ديال التراقع. ان شاء الله السنار ديال 14 ولا 13 ونجربو. كيكون الشرم يكون بعض المرة ديك الكحيله كيكون قريف حاد او لا مناصفي، وبعض المرة كيدخل عليك بلا غوب وشوك. تحياتي لكم الاخوان، بقاو معايا ان شاء الله تشوفوا الطريقه والمونتاج، وعلى بركه الله. انتم الاخوان بالنسبه للرشه هي هذه المهيريس والشيفون ضروري الخوت. غادي نخدم ان شاء الله هنا في المصيد مزيان. انتم بحال هذا الشيء، حاجه اللي خدامه شويه ديال الريوس على هذا الشكل هذا، وكتجيب واحد شويه ديال الرمله كتعطيوها ليه باش يعني يشد القاع شويه باش الحوت يدخل عليه مع الارض. انتم كنبدا نخدم على هذا الشكل هذا على بركه الله. هذه هي الطريقه ديال الرشه الاخوان، ولكن كيف ما قلت لكم ضروري نيلوه، يعني ما يبقاش فيه العظام، كتردوه هنا. هانتوما الاخوان ما خصش يبقى فيه والو. هذه هي الطريقه الاولى، اول حاجه كديروها الاخوان، كتخدموا الدقه ديالكم مزيان. الرشه هي الاولى اول حاجه، بلا زيت القوانو لا حتى شي حاجه الاخوان. لا ما ديروا زيت القوانو وقوه الخنز، لا، ها هكا تخدموه مزيان. انتم شفتوا، غنوريكم الطريقه الاخوان. دائما ملي كيطلق الماء ديالو كنعاود نزيد ليه شويه ديال الرمله باش الرمله تجمعوا بحال الكوره. انتم الاخوان هذه هي المريره ديالنا، هذه دابا كتسمى المريره عند البحريه الاخوان، مريره ما كنبقاش فيها نهائيا العظام ولا شي عظام ولا شي حاجه اللي غادي تجر لينا الحوت. فالو شتو الخوت، هادي احسن طريقه. شتو كي الرات على بركه الله. ملي كنديرو الطريقه الاخوان، سمحوا لي ما نضوش في المصيد. ها انتم كنهزو كره بكره بهذا الشكل، غنطلق ليه غير هنا تحتي، نحاول نوريكم غير هنا تحتي الاخوان. ها كويره كنطلقها غير تحت مني باش الحوت يدخل تحت مني، ماشي يمشي بعيد على هذا الشكل. صافي كنخليها كتسرح دابا الاخوان، واحد القريعه هاد الماء تكون معكم الخوت ضروري باش تغسلوا يديكم للدنيا. وعندي الكرابان ضروري، الكرابان الخوت كيف ما كتعرفوا ما كيتفرقش معايا، تقدر تنوض بيا شي حوته مزيانه، خاصه انني كنجيب وحدي ضروري، ولكن شويه العلاوات انا ما عليش بزاف الخوت. الصباح ان شاء الله نصوروا لكم باذن الله الربعه هذه الصباح، ان شاء الله يكون خير. بقاو معايا نغسل يديا ونوريكم الاخوان المونتاج. انتم الخوت بالنسبه انا ركبت الفرشيه الخوت كيف ما كتشوف، فرشيه صغيره ديال 15 غرام، هذا العماره ديال 35، ودرت واحد الترقيعه ديال 28، درتها طويله غندوبلها على جوج كيف ما كتشوفوا الاخوان. طريقه ان شاء الله فعاله باذن الله للاخوان اللي بغاو يبداو يصيدوا. هانتوما السنانر ديال 13، متفوتوش الاخوان السنانر ديال 13، الله يجعل شي بركه. ان شاء الله الخوت تكون شي حصيله وتكون فرجه، وراه طريقه مزيانه الاخوان، جربوها ما كتضيعوش فيها الماتيريال، وفي نفس الوقت ممتعه، تعلموا بها بزاف ديال الامور، الصياده بالفرشيه، الصياده بشي حوايج مزيانه
دابا كيف ما شفتوا الاخوان ملي كتخدموا المصيد، دابا كيف ما شفتوا الاخوان ملي كتخدموا المصيد ضروري ما الحويطات كيكونوا شويه ديال الحوت كيدور هنا، كديروا المونتاج على هذا الشكل. جوج ديال السنان رقيعه وحده الخوت هي شفتوها، كنطلع وحده على وحده هكا بهذا الشكل صافي باش ما يتزداوش ليا يتخبلوا. هي هذه الخوت، هي هذه الترقيعه كنزديها من هنا مدوبله مع جوج، كنزديها هنا مع الطرف الاخر ديال الخيط الرئيسي على هذا الشكل هذا. اي واحد الاخوان يصيد بهذه الطريقه راه مزيانه بزاف، ما شاء الله تشوفوا الحصيله ديالها باذن الله. نخوض واحد القضيه بغيت نقولها لكم، هو انه الحال زام لابسنا الاخوان واحد الجاكيط، عرفتي الجو كيدير سخون بزاف، واخا الليل الخوض قريب الفجر على هذا الشكل. الخوض هذا هو كتحيدوا هذا لي شوت، هذا الشكل هذا كتحيدوا لي شوت، بقى لنا ترقيعه مزيانه. ها انتم الخوض دابا شفتوها، غادي نحاول نهود نقربها، يعني كنعطيها واحد ما بين متر و20 حتى متر و40، هذا هو الجهد ديالها. ومن الاحسن الاخوان بحال هكا ما كيكون البحر طيح بزاف، حاولوا تلعبوها غير على الفوق، الحوت كيكون مريش ولا الحوت كيكون عايم غير في فوق الماء، من البحر طايح والماكله كتبدا تعلق ليه فوق الماء فقط ديروا. ان شاء الله غادي نصيدوا على الشرن بهذه الطريقه، راه فعال الشرن وكبايله وكحيله، هاد الانواع كل هاد الاسماك الخطر كتهز يعني كتصيد بهذه الطريقه، هذه طريقه مزيانه وفعاله باذن الله. بقاو معايا الخوت، كاين غير الفراجي ان شاء الله. بالنسبه للتطعيمه الخوت كتجيو كتجمعوا بحال هكا السردين، كتهزوا منه غير الفليقات. عندهم الخوت جوج ديال الفليقات على هذا الشكل، كتحيدوهم كيبقاو لكم فليقات بحال هكا الاولى بلا فيل ماجيك بلا والو الخوت. وهاد الثانية هادو غادي نرقعهم، غادي ندير لهم هاد الخدمة هادي الإخوان. إيديكم تكون رطبة، ما تكونش معصبة الخوت باش ما تشتتوش، كديرو هاد الشكل هذا، كضربو الأولى تعاودو الثانية. هاهي الخوت شتوها ساهلة، غادي نجيو الثانية حتى هي. هاد الطريف الصغير هو اللي غنضرب فيها هانتوما، الأولى والثانية سهلة الإخوان على هذا الشكل. قوم معنا على بركة الله. أنتم الخوت الطريقة اللي قلت لكم هي فعالة، الفرشية بستارلايت وسنين رات، أنتم عشرينات شتو الخوت. الحمد لله الطريقة اللي قلت لكم راه فعالة 100%، شفتوا معايا الطريقه ديال الطعام، وحنا على بركه الله. ها هما جوج ديال السنين راه كيف ما وريتكم في المونتاج، وشرينا الاولى وعليك مولانا بسم الله. يعني اخوان راه مزيانه الطريقه وفعاله بزاف بزاف، خاصه كيف ما قلت لكم تراعيو حاله البحر. وانتم الاخوان هذه هي نهايه التقنيه ديال الفرشيه، كيف ما شفتوا معايا زيدها في شي ربعه وتلوت ولا معط ربعة ونص، دابا تقريبا راه ستة ونص نتمنى الفجر. التقنية الإخوان شتوها راه فعالة 100% الإخوان، والحمد لله كاينين شرينات غلاط، كاين حويطات مخلطين ماشي شخار. والتقنية الإخوان راه فعالة لسمك الشرب الحمد لله. راه شفتو معايا يعني التصوير بالليل ما غاديش يكون يعني مضبوط 100%، ولكن راه كيف ما شفتو الحمد لله الطريقه هي هادي. السنين راه الاخوان كيف ما شفتو معايا هادي 13 السناره الاولى، والسناره الثانيه راه كيسنسر باقي الاخوان، ولكن مابقاش كياكل كما الاول. دابا غادي نحيد هاد التقنيه قريب يضوى الحال، نصلي الفجر الخوت وندير واحد بلومه شويه تكون وافيه والسناره مزيانه، ونشحط بالسردين على الله يكون شي بلاغ غليظ في الاتساع، يعني يكون بعيد هو اللي كيكون يعني بعض المرات ملي كدق حداك
كيكون حوت مزيان كيكون دائما كيتسنى في الفوق ديال الموجه. نجرب على الله الا كاينه شي حاجه مزيان، الا ما كاينه شي حاجه الله يجعل شي بركه نفطروا. وهذه هي نهايه الرحله، المهم نجربوا الا كانت شي حاجه. كنتمنوا من الله عز وجل تكون شي حاجه زينه مزيانه، شي بوشوك غليظ، شي بوشوك، شي ابلاغ، يعني اي حاجه غتكون كنتمنوا من الله عز وجل تكون يعني تبان. هادشي اللي كاين الخوتو بالنسبه للمهرج هو هذا، طريقه ديال الدكانيه هادي وما اقتصاديه. انتما شوف شحال صات ليه باقي السردين، غندي غنملحو وغادي نعاود نجيبو مره اخرى الا غنجي نصيد نردو رشا. انتما الاخوان هادي هي نهايه الرحله، ما حداني والو، الخوت البحر كيسرح ما حداني والو، الخوت عيط ما نشحط الاتساع. هذا هو المصيد، راه صحاب كالامار يعني البحر طياب بزاف. ها المهرج اللي وريتكم، وهالمصيد الاخوان باش نوريه لكم كيداير من التحت ديالي، هو مصيد زوين، الخوت كيدخل ليها بلا زوين بزاف، ما فيهش تقطع قليل، كاين شي حجيرات لهي الخوت راه ما في كيبانوا لهي، ولكن راه الضوايا بزاف. تصوروا مازال ما ضواش الحال، شوف كي كتبان الدنيا كلشي الحجر كيبان هنا، يعني هذا هو المشكل الخوت البحر. دابا الا بغيتي تكون فيه شي معنى ضروري قصد اخوان واحد شويه ديال التحرك. هانتوما الخوت صفاوة بزاف. يلا تحياتي لكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يجعل شي بركة.